وعقب خطاب العرش السامي، عقد مجلس الأعيان أولى جلسته في الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة 18 برئاسة رئيس مجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة. وخلال الجلسة انتخب مجلس الأعيان أعضاء لجنة صياغة الرد على خطاب العرش السامي، كما انتخب أعضاء مكتبه الدائم الذي تشكل منه الدكتور معروف البخيت نائبا أول للرئيس، وسمير أرفاعي نائبا ثانيا، ومنير صوبر وياسر غوشه مساعدين للرئيس. وفي مستهل الجلسة قال الفايز إن مجلس الأعيان يدرك حجم التحديات وضرورة مواجهتها بمزيد من الجهد والعمل المتواصل، مؤكدا الحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب والحكومة. إننا في مجلس الأعيان ندرك بعمق حجم التحديات التي تواجهنا وتواجه أمتنا، وندرك بأن مواجهتها تحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل المتواصل، وسنحرص في مجلس الأعيان على التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب والحكومة لترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية فيما بيننا وفق ما حدده الدستور، خدمة لمصالحنا الوطنية العليا ولتحقيق رؤى وطموحات جلالة سيدنا وتطلعات شعبنا الأبي. وسنبقى على الدوام منحازين للإصلاح الوطني الشامل خدمة للأردن والأردنيين، يحدون الأمل بأن نترجم توجيهات جلالة مليكنا نحو بناء الأردن الأنموذج القادر على مواجهة التحديات لتوفير الحياة الحرة الكريمة لمواطنيه، ويتطلع للغد المشرق الذي نسعى إليه.